السلام عليكم خوت، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد، نهار جديد، وديما كاين الجديد. الجديد ديال اليوم الخوت بياسانا غادية كيف ديما، وديما كنجيب لكم الحصري، وغادي نبقى نجيب لكم الحصري. قبل ما نبدا الخوت كنبغي نشكر الناس اللي مدعمين القناه بلي جيم بلي لايك بلي كومونتير، وحتى الناس اللي اول مره يشوفوا الفيديو ما كرهناهمش، يدعمونا بلي جيم بلي لايك وبلي كومونتير، سيرتو بالبارطاج باش كلشي يستافد. الجديد ديال اليوم الخوت، وديما كاين الجديد وديما كاين الحصري معايا، هو الخوت اير ماكس بليس اير ماكس 90، سمحوا لي اير ماكس 90، السميه ديالها كيقولوا لها بلونغلي الوايت غريس، يعني القمح، كيف كنقولوا حنايا القمح، حيت صفرا بحال القمح، نسميوها حنا الذهبيه كما سمينا هاد البياسه. ها انتم الخوت اير ماكس نايك اير ماكس 90، الثمن ديالها 160 اورو، يعني 32000. الناس اللي كيسولوني بالدرهم شحال جات، هي 32000، 1600 درهم. مخدومه بثلاثه الانواع ديال الثوبه الخوت، كيف ديما نحاول نديطاييها لو ماكسيمو. هذا جلد، هذا دان، وهذا ثوب، ولاو ديما كيدخلوا الدان في الاير ماكس. شوفوا معايا الخدمه كيفاش دايره، كومونسيو بالسيستيم. السيستيم راكم عارفين السيستيم تاع الدوريجين، مقاس احمر طب، خدمه نقيه، سلعه الدوريجين كيفاش دايره، السوميله كيفاش دايره، شوف الخياطه كيفاش غاده، بياسه اللهم بارك. تحياتي اصحاب القريعه اللي كيحلوا رزقهم بطبيعه الحال، دوريجين دوريجين ماشي دوريجين ماشي دوريجين، لانك الا صيدتي شي واحد راك تاكل غير خوك المسلم. هذاك اللي شراها علم الله شحال من شحال هو كيجمع في ذاك الفلوس، في الاخر تبيع ليه بياسه مدرحه شوما. المهم الخدمه كيفاش دايره الخوت، خدمه نقيه وزوينه، سلعه الدوريجين كاع ما تحتاج كاع تحتاج ديطاييه كاع. سلعة نقية اللهم بارك. ها مع من جالسة، جالسة مع الاس او اللي ديجا درت عليها فيديو، غيطلع عليكم الفوق على اليمن، هادي راه ديجا هضرت عليها حتى هي، 160 اورو نايك اير ماكس اس او. الخدمة ديالها كيفاش دايرة حتى هي، خدمة زوينة اللهم بارك. الو اليوم احنا الخوت راه في 20 في شهر 10، هذه ما اخر ما حتى هي تلاحت غير البارحة الخوت،
الخوت راه ديما كنجيب لكم الحصري. هذه راه تلاحت غير البارح، تحطات في المغازة غير البارح، هي وهاد البياسة وهاد البياسة. هذه راه درت عليها فيديو، راه غتلقاه حتى هو على اليمين، راه يطلع لكم في الشاشة. ودائما الحصري هو هذا الخوت، بياس نقي. بالنسبة للناس اللي كيسولون علي لا ليفريزون المغرب، خوت حاليا راني حابس لا ليفريزون، نهار غنرجع ان شاء الله ندير لا ليفريزون، راه غنقولها في الفيديو ديالي. هذا ما كان الخوت في الجديد ديال اليوم في الحصري. دائما خليناكم فرحة الله، وما تنساوناش ديما بلي جيم بلي لايك وبالبارتاج باش يبقى يوصلك ديما الجديد. هذا ما كان في الفيديو ديال اليوم. السلام عليكم.